هي ملابسات الصراع حول محافظ المهرة راجح باكري؟ تقارير رقابية تدينه وتصريحات رسمية تعزز موقفه ضد المعتصمين في المهرة. فإلى متى يستمر القرار الوطني مختطفا من الرياض وأبو ظبي ومباركة الشرعية ذاتها؟ أهلا بكم. تشهد محافظة المهرة صراعا محتدما حول مهام المحافظ راجح باكريت. تقارير رقابية رسمية تقول إن باكريت يمتنع عن توريد إيرادات المحافظة الحدودية إلى البنك المركزي ويعمل بشكل منفصل ماليا وإداريا متكئا على الدعم السعودي. وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المعتصمين بضرورة إقالة باكريت المتهم بمخالفات وانتهاكات جسيمة في المهرة، يأتي الرد من داخل الشرعية بتهديد المعتصمين من رفع أصواتهم وتجاهل ما يفعله باكريت. هل تشتغل الشرعية ضد نفسها إذن؟ المشهد في عدن وغيرها من المحافظات المحررة يدعم الفرضية التي تقول إن الشرعية تقوض ذاتها. فإلى أين ستصل البلد إذن إذا استمر الوضع بهذا الأداء؟ وهل لازالت الشرعية بقيادتها الحالية قادرة على إنقاذ البلد الذي يقف على حافة الهاوية؟ المهرة التي توصف بالمحافظة الأكثر عزلة في اليمن باتت اليوم جزءا من المشهد الملتبس الذي يطوق الجغرافيا اليمنية. كشفت المواقف الأخيرة للمحافظ عن حجم الصراع الذي يدور في هذه المحافظة. راجح باكريت تتهمه نيابة الأموال العامة بالإضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين ورفض توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي بعدن، ناهيك عن تهم أخرى من هيئة مكافحة الفساد ومطالبات بتجميد صلاحيات المحافظ على خلفية فساد وإضرار بمصلحة الدولة. باكريت رجل السعودية الأول الذي يخوض مواجهات منذ أشهر مع محتجين معارضين لتواجد القوات السعودية في المهرة. تسيطر السعودية على مطار المحافظة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي، وقد بنت أكثر من 10 قواعد عسكرية حول المحافظة يتمركز فيها آلاف الجنود وقوات يمنية موالية للتحالف جرى حشدها من محافظات جنوبية أخرى بحسب تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات. خلال الأشهر الماضية شهدت المهرة تظاهرات احتجاجية واسعة رفضا للتواجد السعودي في المحافظة ولمطالبة القوات السعودية بالمغادرة ورفع معسكراتها المستحدثة، مؤكدين أن ما يحدث هو محاولات لضرب السلام المجتمعي للمحافظة. وقف أبناء المهرة أمام الانتهاكات والتجاوزات والاستحداثات العسكرية التي وصفت خلال احتجاجاتهم بالاحتلال. غير أن الخبر الأكثر إثارة في كل ذلك هو تصريح مصدر حكومي عبر وكالة سبأ يتهم الاحتجاجات السلمية الرافضة للتواجد السعودي بأنها دعوات للعنف ومحاولات جر المهرة للفوضى. بات من الواضح أن الجميع يحشد أنصاره وحلفاءه داخل السلطة وأروقة الشرعية وخارجها، وما المهرة إلا حلقة في سلسلة صراع الاستحواذ الذي يوشك على التهام الدولة وضياع الشرعية من يد أهلها. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، وسينضم آخرنا خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك. إذا لو بدأت معك من ملف المهرة، ألا تلاحظ أن هناك تناقض عجيب؟ المؤسسات الرقابية الرسمية تتهم باكريت بالفساد المالي وبمخالفة مبادئ الدولة، وهناك مذكرات فساد من النيابة العامة، وفي الوقت نفسه تصريحات رسمية تدعمه وتهاجم المعتصمين الذين كشفوا هذا الفساد، كيف تفسر ذلك؟ أولا علينا أن نفصل ما بين القضيتين. قضية فساد راجح باكريت هذه طبعا مثبتة، والمحافظة البنك المركزي خاطب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والنائب العام والمحامي العام والنيابة العامة وجهت رسائل واتهامات مباشرة للرجل. بالتالي أصبح الرجل الآن متهم أمام الجهات القضائية والجهات النيابية، ومطلوب للتحقيق مع هذا الرجل لكشف ما الذي قام به منذ أن تم تعيينه حتى اليوم. لا ندري، محافظة المهرة قبل أن يصل لها هذا الرجل كانت الأموال التي تتواجد في البنك المركزي في المهرة كانت تغطي كثير من المحافظات الأخرى حتى، يعني ليست احتياجاتها
فقط أيام المحافظ بن ياسر وكذلك المحافظ كدة بن كدة. نعم، بالتالي منذ أن وصل هذا الرجل، الرجل يعبث بالمال العام، الرجل يصرف بعشرات السيارات، حتى رئيس الوزراء ورئيس الدولة لا يصرف القدر الذي يصرفه راجح باكريت من سيارات. وأنا لدي معلومات عن الأسماء وعن الشخصيات وحتى عن الأشخاص الذين يورد السيارات لراجح باكريت. بالتالي الرجل هذا أصبح فاسد من وجهة نظر القضاء، وهناك أدلة تثبت أن الرجل هذا فاسد. نعم، إذن ما هو الفرق بين وجهة نظر القضاء ووجهة نظر الحكومة؟ أليس القضاء جزء من هذه الحكومة؟ بكل تأكيد أن الحكومة وهذه الإجراءات التي تم اتخاذها ليست بعيدة عن مؤسسات الدولة. نعم، المؤسسات الرقابية ممثلة بهيئة العامة لمكافحة الفساد وكذلك بالنيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من الدولة ومن الحكومة. المحافظة راجح باكريت يحاول أن يركب الموجة ويحاول أن يظهر أمام الإعلام وأمام وسائل الإعلام باستخدام نفوذه، ويحول الإشكالية الحاصلة في محافظة المهرة من أنها مشكلة ما بين المحافظ والدولة ومن بين المعتصمين، وهذا غير صحيح. المعتصمين لهم تقريبا منذ عام ونصف تقريبا وهم يعتصمون، وهذه مطالبات هم يطالبوا فيها. لكن الإشكالية الحقيقية اليوم هي أن الراجح باكريت أصبح اليوم مطلوب للقضاء ومطلوب للنيابة، وأصبح الرجل فاسد. إذن علينا أن نفصل ما بين المشكلة، مشكلة المعتصمين ومشكلة الفساد الذي هو مطلوب فيها. الرجل بكل بجاحة وبكل قبح يجتمع مع أعضاء المجلس المحلي ومع بعض قيادة الدولة ويقول لن نورد ريال واحد، وبالعكس يعني المفترض كنا ننتظر من هذا الرجل ومن قيادة السلطة المحلية أن لا يستخدموا أولا المنابر الإعلامية وقناة المهرة التي تبث من الرياض لمهاجمة الدولة ولمهاجمة رموز الدولة ولإعلان عصيانهم وتمردهم. يعني أصدروا بيان يعلنوا تمردهم عن القرارات وعن المذكرات والخطابات المرفوعة من النيابة العامة ومن البنك المركزي والمحامي العام، ويقولوا أنهم لن يدفعوا ريال واحد ولن يسلموا ريال أمام واحد. أمام هذا التعنت الواضح والرفض واجتماع وإعلان لكل القرارات، لما يبقي عليه هذه إذن؟ لما نجد أن الرسالة التي وجهت اليوم للمعتصمين بأنها يعني تدعمه بشكل أو بآخر، وأن على المعتصمين ألا يتجاوزوا وأن يحافظوا وكذا وكذا، أكثر من توجيه ضد المعتصمين، ولم نسمع أي إحالة ضد باكريت. يعني على الأقل يعني يعرف في أبسط الدول أن من يتهم بكل هذه التهم يقال. هو أنا بحسب معلوماتي الخاصة أن الرجل طبعا في طريقه للإقالة، وهو أنا أسمي ما يقوم به هذه الأيام من بيانات ومحاولة إصدار بيانات من قبل أعضاء السلطة المحلية، حتى أنه يحتفي ببيان من أحد المشايخ العاديين الذي يرفع بيان ويقول أنا مع راجح باكريت، يحتفي به وينشره في وسائل الإعلام التابعة له. بالتالي أنا أعتقد أن هذه رفسات التيس المذبوح. الرجل سينتهي، والرجل ملفات الفساد موجودة وموثقة، والخطابات التي أصدرت من النيابة العامة والمحامي العام والهيئة مكافحة الفساد وكذلك من البنك المركزي أن الرجل هذا متمرد ويرفض توريد الأموال الدولة ويرفض أيضا ربط البنك المركزي مع البنك المركزي في عدن. ولم نسمع، أنا حقيقة أتفاجأ أنه حينما تحدث المحافظ البنك المركزي حافظ معياد عن أن مارب رفضت أن تسلم الأموال أو رفضت ربط البنك المركزي في مدينة مع البنك المركزي في عدن، هاج الناس وتحدثوا مارب هذه الإخوانجية ومارب هذه التي هي منفصلة وجمهورية لوحدها وجمهورية لا تخضع للسلطة، ورغم أنها لم ترفض. والمحافظ وقع قبل 10 أيام من هذا من إعلان المحافظة للبنك المركزي وقع اتفاقية أنه سيتم الربط، وكانت هي إشكالية تقنية فقط. اليوم بعد أن ربطت مارب لم نسمع صوت واحد يتحدث عن تمرد باكريت، لم نسمع كل هذه الأصوات التي تحدثت عن مارب والتي اتهمت سلطان العرادة واتهمت، وأصبحت مارب هي المشكلة الحقيقية لليمن. لم يعد هناك مشكلة حوثي أو مجلس انتقالي أو إمارة أو غيرها بقدر ما هي مشكلة مع سلطان العرادة. اليوم الجميع يصمت، الجميع لا يتحدث، اليوم الجميع يتحاشى الحديث عن راجح باكريت. لا أدري ما هو النفوذ الذي هل استطاع أن يشتري. أنا أريد أن أسألك على هذا النفوذ، ألا يعتمد راجح باكريت على السعودية بشكل واضح؟ السعودية هي من أتت به حينما رفض المحافظ السابق بن كدة الكثير من الاتفاقيات، وقبله أيضا بن ياسر الذي رفض التواجد الإماراتي. فبالتالي كل من يتم أو يرفض أو يحاول المحافظة على استقلالية المهرة يتم استبعاده، وأتوا بباكريت الذي أتى بطائرة سعودية مدعوم بشكل كامل من السعودية، وحتى الآن
هناك من يقول بأنه لم يستطع هادي إقالته رغم كل هذا التبجح الذي ذكرته، لأنه فعلا مدعوم من السعودية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لا أعتقد أنها ستقف حائل أمام هذه الكم الهائل من الفساد الذي نشر. ولو كان هناك نفوذ حقيقي للرجل، يعني كنفوذ داخل المؤسسات الرسمية سواء في السعودية أو في اليمن، لما كانت صدرت هذه التوجيهات، لما كان سمحوا بإصدار مذكرة من النائب العام أو من المحامي العام أو من هيئة مكافحة الفساد. الرجل يحاول أن يظهر أنه مدعوم من السعودية، وأن السعودية تقف خلفه، وأن الرئيس لا يستطيع إقالته، ويريد اليوم يتقمص دور عيدروس الزبيدين، وهو الذي هذا نفسه راجح باكريت، هو الذي سمح بإقامة ميليشيات داخل محافظة المهرة، وهو الذي استورد ميليشيات من يافع ومن الضالع ومن لحج ومن بعض المحافظات الجنوبية الأخرى إلى داخل محافظة المهرة. الرجل يريد أن يتحول إلى عيدروس زبيدي جديد في محافظة المهرة. في ظل من يتحول أستاذ مختار، في نهاية الأمر كل ما حدث هو تحت مظلة الشرعية، وللأسف الشديد أن الشرعية تصمت حتى يتحولوا إلى أغوال لا تستطيع السيطرة عليهم. دعيني أتحدث بهذه النقطة عن تعيين عيدروس الزبيدي وراجح باكريت وغيرهم من القيادات. كان في السابق المزاج الشعبي الجنوبي أن الرئيس يقصي الجنوبيين ولا يتاح المجال أمام الجنوبيين، وأن هؤلاء الجنوبيين هم رجال الدولة والذي يستطيعون بناء الدولة وإعادة الدولة وغيرها من الشعارات التي كانت ترفع. حينما تم تعيين عيدروس الزبيدي تم تعريته أمام الجميع. سنة ونصف لم يستطع تنفيذ مشروع واحد فقط، لم يستطع أن يعيد له كهرباء ولا مياه، ولم يستطع أن ينشر الأمن والاستقرار داخل المحافظة، مع أنه تحدث أننا في سنبني الدولة، سنعيد الدولة، وكان يتحدث أيضا حتى بإيجابية عن الحكومة. بالتالي حينما تمت إتاحة الفرصة لهؤلاء القيادات ظهر الحجم الحقيقي لهم، وظهر ما يمتلكوه من إمكانيات وما يمتلكوه من قدرات لإدارة الدولة وإدارة مؤسسات الدولة. عيدروس الزبيدي حينما كان محافظ وفي آخر أيامه كانت المظاهرات تخرج ضد الرجل هذا، أيضا شلال شايع كانت هناك مظاهرات تخرج ضد الرجل هذا، محافظ لحج الخبجي نفس الشيء، لم يقوموا بأي شيء. بالتالي إتاحة الفرصة لا يعني ذلك أنهم مخلدين في هذه المناصب. المناصب هذه هو لمن لديه القدرة أن يقدم شيء، وراجح باكريت يبدو أنه تقدم بأنه يستطيع أن يقدم شيء للمهرة، ولم يقدم سوى الفساد والنهب والعبث وتوزيع السيارات وتوزيع مئات الآلاف من الميزانية من ميزانية المحافظة. يعني إذا كانت الدولة وإيرادات الحكومة لا يورد أي ريال واحد، لا من الضرائب ولا من الواجبات ولا من المنافذ، ويقوم باستغلال كل هذه الأموال لصالحه الشخصي ولتلميعه، ولديه الآن مجموعة كبيرة من الإعلاميين الذين يعملون لصالح راجح باكريت سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، ويعملون لتلميع صور الرجل هذا الفاسد الذي ننتظر أولا من فخامة رئيس الجمهورية أن يقوم بإقالة هذا الرجل وأن يقدمه للمحاكمة لينال جزاءه، وليكون أيضا عبرة لكل من يحاول العبث بالمال العام، ونحن في ظل حرب وفي ظل استنزاف وفي ظل جوع ومجاعة، وأيضا حتى محافظة المهرة نفسها تشكو من المشاكل وتشكو من انقطاع الكهرباء والمياه والطرق والإعصار الأخير الذي اجتاح المهرة حتى هذه اللحظة، لم يقدم لها أي شيء غير وضع حجر الأساس، ولم يقم بتنفيذ أي عمل من الأعمال أو من المشاريع التنموية التي يتحدث عنها والتي يدعي بطولة أنه يقوم بها في محافظة المهرة. نعم، أمام رفض باكريت وإعلانه لذلك الرفض، ما الذي حدث بعد ذلك؟ ما الذي يعني ما هي الخطوة التي قامت بها الشرعية أمام الرفض؟ هل هي فقط تنتظر نتيجة التحقيقات وما وجه إليه من تهم؟ هناك تم تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم وفي الانتهاكات وأيضا في العبث بالمال العام التي قام بها راجح باكريت، وأعتقد أن هذه اللجنة ستقدم تقريرها. وأيضا قبل ذلك كان هناك لجنة عسكرية مشكلة من رئيس الجمهورية، كان يرأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقيادة عسكرية أخرى للرفع إلى رئيس الجمهورية. كل يعني أنا بحسب المعلومات التي لدي حتى تقرير اللجنة الرئاسية التي ذهبت إلى المهرة كانت من ضمن توصيتها إقالة راجح باكريت. بالتالي بعد الجرائم وبعد الفساد وبعد المذكرة الأخيرة، أنا أعتقد أنه نشر هذه الرسائل وتسريبها لوسائل الإعلام هي خطوة في ضمن خطوات تأتي لتعرية الرجل لإظهار أن الرجل هذا فاسد، وبعد ذلك تأتي الإقالة والإحالة للمحاكمة والتحقيق. إذن كيف تتابع الاعتصام المستمر لأبناء المهرة؟ بالنسبة للاعتصامات طبعا نحن في بلد جمهوري وفي بلد ديمقراطي،
والقانون اليمني يتيح لكل اليمنيين في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، يتيح لهم طالما أنه في ظل السلمية وفي ظل عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة وعلى رجال الأمن وعلى فأنا أعتقد أن أي اعتصامات سواء في المهرة أو في غيرها هذه حقوق مشروعة وحقوق دستورية، يحق لهم رفع السقف والحديث بكل حرية، وطالما أنه يأتي في إطار الدستور وفي إطار القانون وفي إطار العملية السلمية وعدم الاعتداءات على مؤسسات الدولة أو عدم تشكيل ميليشيات خارج إطار الدولة، فأعتقد أن أي اعتصامات هي ظاهرة صحية في أي مجتمع. برأيك لماذا تصر الرياض على الاصطدام بأبناء المهرة وتكثيف حضورها العسكري رغم الرفض الواضح من أبناء المهرة لأي تواجد خارج نطاق الدولة اليمنية؟ حقيقة أنا لست مع وجود أي يعني تواجد عسكري سواء للمملكة أو للإمارات خارج إطار المناطق التي هي في الحرب. يعني حقيقة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء لليمن من أجل محاربة الميليشيات الإنقلابية وعادة الدولة، بالتالي أنا أعتقد أنه أي تواجد سواء للإمارات أو للمملكة أو لأي دولة أخرى في أي منطقة من مناطق اليمن الآمنة المستقرة التي لم تأتي إليها الميليشيات الحوثية، أنا أعتقد أن هذا يعني غير مبرر، وأعتقد أنه لو كانت هناك إشكالية كما يتحدث الجميع عن إشكاليات وعن مسألة تهريب للأسلحة من محافظة المهرة، أنا أعتقد أنه كان بالإمكان تشكيل لجنة ما بين التحالف وما بين الشرعية وأيضا مع سلطنة عمان الجار الشقيق لنا، ويتم تشكيل لجنة ويتم دعم القوات المحلية في محافظة المهرة سواء خفر السواحل أو في المنافذ البرية وكذلك في الشواطئ وفي السواحل التي هي المهرة. المهرة يعني تمتلك ساحل بطول 570 كيلومتر، بالتالي إذا كانت هناك إشكالية حقيقية يتم تشكيل لجنة من التحالف ومن الحكومة الشرعية والسلطة المحلية ومع سلطنة عمان ويتم حل هذه الإشكالية. لا يوجد هناك تبرير لمسألة التهريب، الجميع ضد التهريب، وأيضا حتى أبناء المهرة لا يقبلون على أنفسهم أن يتم تهريب عبور للأسلحة. بالتالي كل هذه المبررات نفس المبررات التي كانت في جزيرة سقطرة في العام الماضي حينما أرسلت دولة الإمارات أسلحة. سنتحدث عن سقطرة. أريد أن أربط بهذه النقطة فقط أنه حينما أرسلت الإمارات أسكر وجنود ومدرعات إلى سقطرة هي قالت أنها تحمل جزيرة وأن هناك أخطار وأن هناك مبررات، أنا أعتقد أنها واهية ولا يقبلها أحد. لذلك كان هناك موقف بأنه يعني من غير المقبول أن تكون هناك قوات عسكرية ومدرعات وجنود بالعشرات وبالمئات في منطقة آمنة مستقرة. هذه المناطق الآمنة تحتاج إلى أمن، إلى استقرار، إلى دعم للسلطة المحلية، إلى دعم للأعمال للتنمية، إلى مشاريع خدمية للمواطن، كهرباء، مياه، صحة، تعليم، كل هذه مطلوبة. وهناك أيضا برنامج إعادة الإعمار في هذه المناطق. أنا أعتقد أنه لو يتم تعزيز التواجد المدني والتواجد المشاريع التنموية أعتقد أنه لن يستفز أحد وجود جنود أو عسكر غير يمنيين في كل المناطق وفي كافة المناطق المحررة التي هي لا يوجد فيها إشكالية ولم يدخلها الحوثيين ولا يوجد هناك أي تهديد أمني على المملكة وعلى دول الجوار. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك. إذن توتر تشهده محافظة المهرة بين المعتصمين الرافضين للتواجد السعودي والمحافظ المدعوم أيضا من الرياض، الحكومة صامتة ومؤخرا صدر تصريح يهاجم فيه المعتصمين، كيف تتابع ذلك؟ يعني من الواضح أصلا أن الولاءات لموظفي الحكومة ووزراء والمسؤولين في الحكومة أصبحت موزعة بين الرياض وأبو ظبي. هناك فريق وهو الأكبر لمؤيد الرياض، ليس فقط مؤيد الرياض ولكنه يعمل تحت إشراف الرياض ويعمل لمصلحة الرياض قبل أن يعمل مصلحة اليمن، وهناك آخرون يعملون لمصلحة أبو ظبي. فبالنتيجة المسؤولين اليمنيين بأغلبهم، أو لن أقول الجميع ولكن أغلبهم، يعملون عند مصلحة الرياض ويبحثون عن رضا الرياض وليس رضا الحكومة اليمنية ولا الشعب اليمني. الآن لدينا محافظ في المهرة متهم بالتمرد، متهم بمخالفات مالية كبيرة، متهم بعصيان أوامر السلطات المركزية والحكومة اليمنية، ومع ذلك نراه مستمرة في مكانه ونراه سلطاته تزداد والحكومة أيضا تقدم له التغطية، وبالعكس هي الحكومة تنتقد من يعارض هذا الشخص. بالنتيجة إذن الجميع لا أحد يعمل لمصلحة الشعب اليمني، لا أحد يعمل للدولة اليمنية،
ببساطة الدولة اليمنية غائبة، لم يعد لدينا دولة يمنية بمعنى دولة اليمنية. لدينا الآن سلطات أو مسؤولون يدورون لديهم صلاحيات وسلطات، وهؤلاء يعملون لمصلحة جهات أخرى غير اليمن. نعم، إذن برأيك هل بدأت السعودية بإحكام قبضتها على الوضع في اليمن بعد الانسحاب الإماراتي من بعض القواعد العسكرية؟ السعودية هي مسيطرة على الوضع في اليمن من الأساس، ولكنها تركت الإمارات لتؤدي أدوار معينة أو تغاضت عن الطرف عن دور الإمارات في اليمن، ليس من أجل مصلحة الإمارات، ولكن للتغطية على دورها هي. السعودية تغلغلت بذكاء وتغلغلت في اليمن بنوع من الحذر وعدم إساسة الضجيج، وتركت الإمارات هي تقوم بدور التغطية. الإمارات كانوا مستفزين جدا، الإمارات كانوا يتعاملون بنوع من التعالي والاستعلاء على الحكومة اليمنية وعلى الأطراف السياسية اليمنية، وهذا سلط الأضواء على دورهم وعلى سياستهم وعلى نفوذهم في اليمن، وترك النفوذ السعودي مغيبا تماما. بالإضافة إلى أن السعودية أدارت لديها تحالفاتها الخاصة في اليمن، السعودية تدير تحالفات مع قادة الدولة، قادة الجيش، مع زعماء العشائر، مع شيوخ القبائل، ولديها شبكة علاقات كبيرة جدا في اليمن، نفوذها من قبل الحرب أيضا، ولكنه تعدد تماما نتيجة ظروف الحرب. الآن الانسحاب الإماراتي وهو انسحاب شكلي، أنا لا أعتقد أن الإمارات ستنسحب نهائيا بعد كل هذه السنوات وبعدها كل هذه التكاليف سواء البشرية أو المالية، ستنسحب ببساطة هكذا، ولكنها تنسحب من دائرة الضوء لتترك السعودية الآن تتلقى الضوء. نعم، يعني هناك من يقول أنه حدثت إشكالية حقيقية بين السعودية والإمارات عند هذه النقطة، المهرة. يعني السعودية ربما، أنت تحدثت أن لديها أطماع في المهرة منذ الحرب وربما منذ الثمانينات، وهي تريد شق أنبوب نفطي يمر عبر المهرة. ربما يعني هناك من يقول أنه بعد الأحداث وضعف الحكومة اليمنية عاودت الأحلام السعودية بإعادة هذا الأنبوب النفطي، ولكنها فوجئت برفض شعبي. دعينا نوضح شيء أولا، أنا لا أعتقد أن السعوديين بالغباء أن يقوموا بتنفيذ مشروع هكذا بهذه البساطة، يعني يسيطر على أراضي وأن يستفزوا العالم كامل. اليمن ليس قطعة أرض مرمية في الصحراء، اليمن دولة كبيرة وعلى موقع استراتيجي مهم للغاية، ولا أعتقد أن القوى الدولية، أمريكا وغيرها من القوى الدولية وحتى القوى الإقليمية، ستسمح للسعودية أن تسيطر على اليمن بهذه السهولة. السعوديون أكثر ذكاء من ذلك، السعوديون يحاولون الآن هندسة الوضع السياسي داخل اليمني، بحيث أن من يصل إلى السلطة في اليمن الآن أو خلال الفترة المستقبلية القادمة يكون يعني من أحد الرجال المحسوبين عليهم. هي تعيد هندسة الوضع بالكامل، أما سيطرة مباشرة وفرض وجودها العسكري المباشر في اليمن فأعتقد أن هذا مسألة غير مقبولة، لأن هناك أطراف دولية سترفض ذلك، وسيكون من غير مصلحة السعودية إثارة المجتمع الدولي ضدها. هناك سياسة مختلفة للمملكة العربية السعودية في اليمن. المملكة العربية السعودية في اليمن تمارس دورا تخريبيا، تمارس دورا إعادة ترتيب البيت اليمني بما يضمن مصالحها. السعودية كانت دائما لديها تخوف من اليمن، لديها نظرة استراتيجية اليمن باعتبار اليمن هي تهديد محتمل. السعودية لم تسمح ولن تسمح لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل بتكوين دولة قوية في اليمن. هناك نوع من الذهنية السعودية ترى اليمن منافس طبيعي للمملكة. اليمن بحجمه السكاني الكبير، بموقعه استراتيجي، بتاريخه، بالديناميكية التي يتمتع بها شعبه، هي منافس قوي جدا للنفوذ السعودي وللدولة السعودية في المنطقة، ليس فقط في اليمن ولكن في المنطقة بشكل إجمالي. لذلك السعودية تركز أكثر شيء على إعادة ترتيب البيت اليمني وإعادة هندسة النظام السياسي اليمني والحياة السياسية اليمنية بما يخدم مصالحها. أما مسألة وجودها في المهرة، هناك استفزاز طبعا ذلك، لكن هي تحاول أن تخفي ذلك. لكن يبدو أنه الحركة الوطنية والمواطنين في المهرة تنبهوا بكرا لهذا السلوك السعودي، ولذلك فضحوا وقاوموا. نعم، إذن لو تحدثنا دكتور عن أداء الشرعية واستمرار إقامتها في الرياض منذ 4 سنوات والضعف الذي خلفه هذا الغياب على مستوى وجودها كحكومة وكدولة يمنية، كيف أثر ذلك على هذا الأداء وهي تخوض معركة يعني وجودية لتمكينها؟
أنا قلت مرة رأيت تكريرها، للأسف الشديد نحن في اليمن لا نمتلك رجال دولة حقيقيين، لا يوجد لدينا رجل دولة حقيقي بمعنى أنه رجل دولة يتهمه مصلحة الدولة ومصلحة النظام السياسي ومصلحة الشعب اليمني. لدينا أشخاص ياتين لديهم نفوذ لديهم صلاحيات، ولكنهم يقيسون علاقاتهم السياسية مع دول أخرى وبالذات مع المملكة العربية السعودية بواقع المصلحة الشخصية أو العلاقات الشخصية، بمعنى إذا قدمت لهم المملكة العربية السعودية خدمات من أي نوع ما سواء مادية أو خدمات من أي نوع أو تسهيلات أو أي شيء من هذا القبيل، فهم يعتبرون أنهم مدينون للسعودية بهذه الخدمات، أنهم مدينون للحكومة السعودية بهذه الخدمات، ولا يتصرفون كأنه رجل يمثل اليمن، هم يمثلون شخوصهم للأسف الشديد مع احترامنا للأسماء كثيرة ومع احترامنا لكل السياسيين اليمنيين، لكنهم لا يمثلون اليمن كشعب وكدولة وكنظام سياسي، هم يمثلون شخوصهم، ولذلك يتعاملون بواقع العلاقات الشخصية. إذا قدموا لهم مساعدات وإذا قدموا لهم منح أو نوع من النفوذ أو نوع من الإكراميات أو الهبات يعتبرون أنهم مدينين لهذه الدولة أو للحكومة السعودية بجميل ما، وعليهم أن يردوا هذا الجميل. هذه لا. المشكلة في النظام السياسي في اليمن، لا يوجد رجال دولة يتعامل بواقع الندية. أنا رجل دولة، أنا وزير في حكومة اليمن في الحكومة اليمنية، أنا والله مسؤول في الحكومة اليمنية، عليكم تتعاملون معي بالندية. لذلك نجد مثلا دور السفير السعودي في اليمن يتجاوز كونه سفيرا، أصبح ما يمكن أن نشبهه بالمندوب السامي، لديه صلاحيات أكثر من صلاحيات أي مسؤول يمني. هو يتحرك ويستقبل الرئيس ويفتح مشاريع ويخطط. برأيك دكتور علي، يعني إذا استمر الوضع بهذا الشكل، ما هي خيارات اليمنيين الذين يبحثون عن دولة حقيقية؟ يعني ما هي الخيارات لإنقاذ البلد من هذا الوضع المرتهن؟ للأسف الشديد نحن في واقعنا في اليمن نحن متشرمين. سياسة النظام السابق، نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ساهم في تجرم اليمنيين وفي بروز الهويات المناطقية والهويات الطائفية والهويات القروية. حتى نحن منقسمون ليس فقط على مستوى اليمن بشكل كامل بين جهة هنا وجهة هناك، نحن هناك انقسامات حتى على مستوى المحافظة وحتى على مستوى القرية نفسها. لهذه الانقسامات لم تسمح بتشكيل هوية وطنية جامعة، لم تسمح بتشكيل وعي وطني شامل وجامع. الهوية الوطنية اليمنية هي غائبة الآن، الكل يفكر في مصلحتي فقط، في مصلحة منطقتي، في مصلحة عائلتي، في مصلحة عشيرتي، وهناك من يفكر في مصلحة محافظتي ربما، يعني هذا أكثر أفضل ما يمكن. لكن هل هناك وعي كامل لدى المواطنين اليمنيين، وعي جمعي كامل بأهمية وجود دولة يمنية، بأهمية وجود حكومة يمنية قوية؟ للأسف الشديد الكل ينظر هذا المسألة من واقع مصالحه الشخصية ومصالحه الضيقة، مصالح منطقته، عائلته أو حزبه حتى في بعض الأوقات، ولذلك لا نرى وعيا كاملا. نحن بحاجة إلى وعي جمعي يمني، نحن بحاجة إلى قرار جمعي يمني، إلى ذهنية كاملة تشمل كل اليمنيين من أقصى صعدة إلى أقصى المهرة، وهذه مسؤولية النخبة السياسية اليمنية، مسؤولية المثقفين، مسؤولية كل قادة الأحزاب، قادة المجتمع، عليهم أن ينموا هذا الشعور الوطني، هذا الأشخاص أنه الخطر يهددنا جميعا، المصلحة يجب أن تكون لنا جميعا. لكن للأسف الشديد نشاهد هناك من مستعد أنه لا يهمه ما يجري مثلا في الجنوب لأنه والله يعتقد نفسه شماليا، أو هناك الجنوبي الذي لا يهمه ما يجري في الشمال يعتقد أنه جنوبيا، أو هناك الذي لا يهمه ما يجري في الحديدة لأنه من مأرب أو لأنه من المهرة، وهكذا. هذا الانقسام في الوعي اليمني، في الوعي الجمعي اليمني، هو مشكلتنا الرئيسية، علينا أن نتعامل معه، علينا خلق وعي جمعي يمني موحد، عند ذلك سنستطيع مواجهة كل المخاطر سواء نفوذ الدول الإقليمية أو حتى هشاشة حكومتنا الشرعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. عودة إليك أستاذ مختار، ربما سمعت الحديث الدكتور علي وهو تحدث بحرقة عن غياب الدولة وعن سوء رجال الدولة الذين ربما لم تعد تهمهم اليمن وإنما تهمهم المصالح الشخصية، كيف ترى؟ طبعا أنا جزء من الدولة، وأنا أعتقد أنه يعني من حق كل شخص أن يتحدث بالطريقة التي يريدها أو بما هو مؤمن به، لكن دعيني أؤكد لك أنه حتى وإن كان هناك يعني أشخاص سيئين فهذا لا يعني أن الجميع سيء وأن الجميع أنه لم يعد يريد العودة إلى اليمن. المعتاد السيئة تعم والحسنة تخص. أقول لك أنه اليوم لو 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 عادت الحكومة ورئيس الجمهورية والجميع يريد يعود، وأنا صدقين وأنا أتحدث وأنا صادق أن رئيس الجمهورية
وكذلك معظم المسؤولين يريدون اليوم قبل الغد أن يعودوا إلى الدولة. ما المانع؟ المانع أن هناك إشكاليات مع حلفائنا، مع الإمارات العربية المتحدة، لديها ميليشيات داخل محافظة عدن التي هي عاصمة مؤقتة. البعض يقول لماذا لا تذهبوا إلى مأرب؟ لماذا لا تذهبوا إلى سيئون؟ رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوري بإعلان عدن عاصمة مؤقتة للجمهور اليمني حتى تطهير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثيين. بالتالي ليس كل 3 أشهر سنصدر قرارات أو الرئيس سيصدر قرارات بتغيير العاصمة. لدينا عاصمة، إما نعود إلى هذه العاصمة أو نعترف أن هناك إشكالية. اليوم نحن نعترف هناك إشكالية حقيقية في مدينة عدن، لا نستطيع أن نعود، لا رئيس الدولة يستطيع يعود، ورئيس الوزراء حينما يعود إلى مدينة عدن. دعيني أوضح هذه النقطة بالنسبة لرئيس. لم تعترف بشكل واضح. لم تعترف، لكن أقول لك هذه هي أصل الإشكالية. حتى رئيس الوزراء حينما ذهب كانت هناك اشتراطات بأنه لا يتدخل بالملف السياسي وأنه فقط يهتم في الملفات الخدمية، وأنا أتحدث بكل شفافية. نعم. ليس هناك نعم ذلك الأمر بداية. نعم ليس هناك أي مغالطة في أنا أتحدث بكل صراحة. رئيس الجمهورية يمنع من العودة إلى مدينة عدن، هناك ميليشيات هي التي تحكم عدن، عدن ليست بيد الشرعية، ومن يقول أنها بيد الشرعية هو يجافي الواقع ويجافي الحقيقة. بيد ميليشيات، بيد مربعات، عيدروس الزبيدي، هاني بن بريك، هذه الميليشيات، الحزام الأمني، النخب، كل هذه. نعم. يعني هذا هو الذي يمنع. أنا الآن أبرر لكم لماذا لا يعود الرئيس. لماذا لا يظهر الرئيس هذه ويعلن للعالم أجمع؟ أنا تحدثت معك في الفترة السابقة وفي لقاء سابق هنا وقلت لك رئيس الجمهورية ليس محلل سياسي سيخرج ويبرر الواقع، وليس هو وليس هو وليس رئيس دولة. نعم هو رئيس دولة شعبه عليه يكاشف. يعني نحن في مرحلة حرب أستاذ مختار. نعم. يعني لا ننكر ذلك إلا في المناسبات. لا ننكر ذلك، لكن أقول لك هو ليس محلل سياسي سيخرج ويتحدث ويقول أنا إنه هناك مشكلة وهناك نخبة. ولكن لا لا هو أنا أقول لك إنه ليس عمله أن يخرج ويبرر. عمله لماذا؟ عمله هو أن يتخذ قرارات، عمله أن يكاشف، عمله أن يكاشف الناس. أن يتخذ قرارات. اسمح لي نحن في مرحلة حرب. عمل الرئيس أن يكاشف هذا الشعب الذي اختاره يوما ما، أن يقول له ما هي المشكلة، أن يظهر ما هي. يعني أيعقل أن نكون في مرحلة حرب لا يظهر فيها الرئيس إلا في أعياد 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وفي الأخير حتى في آخر يعني يظهر لم يعد يظهر حتى للناس؟ يعني أمر غير منطقي. دعيني أوضح، أنت سألتي دعيني أوضح. تفضل. رئيس الجمهورية حينما يخرج سيخرج لاتخاب قرار، والقرار هذا سيعمل إشكالية في إطار التحالف العربي. نحن لسنا وحدنا في اليمن، نحن لدينا تحالف عربي بقيادة المملكة، وعلاقتنا مع المملكة علاقة استراتيجية وهي جارتنا، لا نستطيع إزاحتها ولا تستطيع إزاحتنا. أمنها القومي مرتبط بأمننا القومي اليمني. بالتالي في حال خرج رئيس الجمهورية وأعلن وتحدث عن كل ما تقوم به الإمارات من انتهاكات، من تجنيد، من محاولة مصادرة القرار السيادي، هذا يعني أن التحالف العربي سيتلاشى وسينتهن. الجميع يعرف أن التحالف العربي عمودين، الإمارات والمملكة العربية السعودية. لكن بالتالي لو وصلنا إلى مرحلة، أنا أعتقد أنه إلى مرحلة يعني لم يعد هناك أي حل ولم يعد هناك أي وساطات ممكن أن تنفع مع هذا، أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيخرج. وكان رئيس الجمهورية سيتحدث في أحداث عدن، في أحداث يناير، في أحداث يناير في عدن كان سيخرج ويتحدث وكان سيطلب مغادرة الإمارات، وفي أحداث سقطرة كان سيخرج ويتحدث لولا أن وساطة سعودية ذهبت إلى رئيس الجمهورية وأعلنت أنه الساعة 12 من مساء نفس اليوم الانقلاب الذي قادته الميليشيات في عدن أنه سينتهي كل شيء، وفعلا انتهى كل شيء. في سقطرة أيضا كان رئيس الجمهورية طالما هو قادر أيضا، يعني هناك يستطيع الضغط، ونعلم أنه يستطيع الضغط في كثير من النقاط، وربما أنت ذكرت بعضها بحيث شكلت وساطات لتهدئة الأمر، لما أيضا لا يضغط أن 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 تعود عدن المحررة إلى حضن الدولة عمليا. يعني لما لا يتم الضغط بأن يقول؟ وهل تتوقع أنه لا يطلب؟ هل أحد يتوقع أن الرئيس لا يتحدث وأن هناك لا يوجد هناك يعني مبادرات من قبل الرئيس من قبل الحكومة؟ عند النقطة التي ذكرت فيها أن التحالف هو عبارة عن عمودين، نحن نعلم جميعا أن الرئيس حين ذهب إلى الرياض هو طلب تدخل الرياض المملكة بالضبط. صحيح. وبالتالي الطلب واضح، يستطيع أن يقول أنا طلبت تدخلكم أنتم لوحدكم، أنتم من شكلتم تحالف، هذا التحالف لا يحقق الأهداف التي أتيتم لأجلها. وببساطة يعني ليست الأمر، الإمارات لم يتم الطلب منها رسميا حتى نشعر أننا مربطين لهذا الحد. لم يتم الطلب من الإمارات بالفعل. المملكة هي التي التحالف ليس عمودين، التحالف نحن نعرفه باسم السعودية. نعم. إذا دعيني أتحدث عن هذه النقطة، هو ليس عمودين، هو عمود واحد وهي المملكة، والمملكة كلها كل
الاحترام والتقدير، وهي يعني هي التي رئيس الجمهورية وجه لها هذه الرسالة. لكن المملكة أيضا نحن نجلس مع السعوديين ونجلس مع قيادات سعودية ونجلس مع أصدقاء سعوديين يتحدثوا أن الملف اليمني ملف شائك وملف كبير، هناك أعباء مالية وهناك أعباء عسكرية. الإمارات العربية المتحدة حينما مسكت جزء من الخارطة الجغرافية لليمن في المنطقة الجنوبية تحملت كل هذا الجزء ماليا وإداريا وعسكريا وتمويلا، بالتالي المملكة اليوم هي بحاجة للإمارات، لكن نحن لسنا بحاجة للإمارات لأن الإمارات خرجت عن الأهداف. نحن بيننا وبينهم اتفاق وهو إعادة الشرعية وإعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. لم نطلب منهم أن يدخلوا إلى عدن وتشكيل ميليشيات خارج إطار الدولة، لم نطلب منهم السيطرة على جزيرة سقطرى، لم نطلب منهم أيضا السيطرة على جزيرة ميون وبناء قاعدة عسكرية، لم نطلب من الإمارات أن تذهب إلى أقصى المناطق وتقيم فيها ميليشيات خارج إطار الدولة وتحاول الانقلاب على الدولة كما حصل في شبوة مؤخرا وكما حصل في سقطرى. سقطرى التي منذ عام 67 لم تحصل فيها جريمة قتل إلا جرائم قتل يعني بعدد الأصابع ومعظمها كانت بغير قصد جرائم القتل. ذهبت إلى هناك وأرسلت وجندت الميليشيات، وبالأمس نعم أرسلت نود أن نتحدث عن هذه النقطة. بالأمس أرسلت المحافظ خارج جزيرة سقطرى، خارج سقطرى لتلقي العلاج، تقوم دولة الإمارات بإرسال طائرة وتأخذ 160 من شباب جزيرة سقطرى للتدريب في الإمارات في انتهاك صارخ لكل القوانين وللسيادة الوطنية ولكل الاتفاقيات ولأهداف التحالف العربي. لا يوجد هناك أي مبرر، لا يوجد هناك أي يعني أحد المبرر. النقطة التي غضبت لأجلها الحكومة ذات يوم بتواجد الإمارات في سقطرى تثبت الآن أن سقطرى بيد الإمارات، ما زالت بيدها الإمارات. لديها مشروع واضح وهو أولاً أن تسيطر على المناطق الاستراتيجية وعلى الممرات المائية وعلى المناطق الاستراتيجية، لأنها فقدت جزء من تواجدها في جيبوتي، فقدت في جزء من تواجدها في الصومال، بالتالي تريد أن تعوض هذا التواجد في المناطق اليمنية وفي المياه الإقليمية اليمنية، لأن جزيرة سقطرى منطقة استراتيجية، باب المندب، ميناء عدن، الموانئ الأخرى، كل هذه المناطق تريد أن تسيطر عليها. بالتالي من يقول أن الإمارات جاءت من أجل سواد عيون اليمنيين هو يغالط الواقع ويجافي الواقع. الإمارات لديها مشروع واضح أن تكون إمبراطورية في المنطقة، وما قامت به من انسحاب من محافظة مارب وبعض المناطق هي تحاول أولاً إحراج الحكومة الشرعية وإظهارها أنها عاجزة خانعة لا تستطيع التحرك إلا بوجود الإمارات. نعم، انسحاب حقيقي من محافظة مارب، وسحبت الباتريوت وسحبت أسلحتها، وأيضاً من الساحل الغربي انسحبت وسحبت أجزاء من أسلحتها. هي أيضاً تريد أن تحرج المملكة العربية السعودية أمام الشعب اليمني وأمام شعب المملكة العربية السعودية، وتريد أن تظهر أن كل هذه الانتصارات لولا الإمارات لما تحققت، وهي بذلك تحرج المملكة العربية السعودية. بالتالي نقول، نعود إلى السؤال وإلى النقطة الأولى، أننا لسنا بحاجة للإمارات وهناك مطالبات شعبية بطردها وإخراجها من اليمن وأن تبقى دولة شقيقة نكون لها كل الاحترام والتقدير ولا تتدخل بنا، ولكن مع ذلك هي حتى وإن خرجت فقد زرعت لنا في كل منطقة لغم، في كل منطقة قنبلة ممكن أن تنفجر في وجه اليمن في أي وقت، في كل محافظة زرعت لنا ميليشيات، حتى في محافظة تعز زرعت لنا ميليشيات وزرعت مجموعة خارج إطار الدولة تدعمهم، وفي محافظة عدن هناك ميليشيات مناطقية قروية، ميليشيات انتشرت في كل مكان، في محافظة شبوة، المحافظة سقطرى هل أصبحت هل عادت إليها يعني بهذا التحرك الذي وتشكيل وتجنيد؟ هل ممكن أن نقول أنها تغلبت على الشرعية في سقطرى؟ لا نستطيع نقول أنها تغلبت، لكن طالما أن لديها أياد ولديها ميليشيات تستطيع أن تحركهم في أي وقت. حينما ذهبت هذه الميليشيات التي لم يمر عليها تقريبا شهر ونصف إلى جزيرة سقطرى، أين ذهبوا؟ ذهبوا مباشرة إلى الميناء، لأن الميناء كان بيد الإمارات وبيد القوات التابعة لها والمطار كان بيدها. حينما تم تعيين محافظ جديد سيطر على الميناء، سيطر على المطار، بالتالي لم تعد حركة الطيران بيدهم. حينما ذهبوا إلى الميناء ذهبوا للسيطرة على الميناء من أجل أن يقوموا بإنزال أسلحة ويستخدموا بالطريقة التي يريدها. اليوم هذه الأدوات الموجودة معهم في جزيرة سقطرى يستطيعوا أن يحركوها بالريموت كنترول برسالة واتساب، اهجم، تمرد، أخرج مظاهرات، اذهب إلى المؤسسة الفلانية، اعتدي على المؤسسة الفلانية. بالتالي طالما الأدوات موجودة في الداخل فنحن أمام مشكلة عميقة. حتى وإن انسحبت الإمارات العربية المتحدة، الإمارات تريد أن تتخفف من الضغوطات المحلية اليمنية وتريد أن تتخفف أيضا من الضغوطات المحلية في بلدانها وفي الإمارات، دولة الإمارات أيضا تريد أن تتخفف من الإشكاليات ومن الضغوطات الدولية، خصوصا بعد الفضائح التي تم نشرها في منظمة هيومن روتس ووتش وأيضا في منظمة العفو الدولي وغيرها التي هي سجون سرية والانتهاكات وغيرها، هذه كلها تريد أن تتخفف منها. لكن مع ذلك تبقى مشكلة، إن هي في الداخل مشكلة وإن خرجت تبقى مشكلة، لأنها
زرعت لنا ميليشيات وزرعت لنا مجموعة من التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة حتى في إطار المناطق الجنوبية. أنا أوجه نداء لإخوان الجنوبيين، نحن أنا شخصيا لست ضد الجنوبية ولست ضد تطلعاتهم ولا ضد شعاراتهم، أنا أقول لهم أن هذه الميليشيات وهذه التشكيلات المناطقية التي هي من منطقة أو منطقتين أو ثلاث مناطق في الجنوب هي ليست ضدنا في المناطق الشمالية ولن تأتي لمحاربتنا، هي لكي تظل المناطق الجنوبية في مناطق صراع دائم في إحياء للنزعات المناطقية، الزمرة، الطغمة، الضالع، اليافع، شبوة، كل هذه تحاول الإمارات أن تستثمرها لكي تظل هذه المنطقة منطقة صراع وتظل هي تسيطر على القيادات وتتحكم بكل المناطق الاستراتيجية في المحافظة الجنوبية. هذه التشكيلات ليست موجهة في صدري أنا كشمالي وليست في موجهة في المناطق الشمالية، لأنهم حتى وإن طالبوا بالانفصال وانفصلوا ستظل هذه الميليشيات خنجر مسموم في ظهر الجنوب والجنوبيين والمناطق الجنوبية ولن يستقر حال الجنوبيين. نحن نوجه نداء وأنا أوجه نداء لإخواني في الجنوب، معركتنا ليست معكم، معركتنا ليست مع الجنوبيين، معركتنا هي مع الحوثي الذي قتل الجنوبي كما قتل الشمالين، قتلني في تعز كما قتلني في التواهن، قتلني في داخل إب كما قتلني في داخل محافظة شبوة، قتلني في داخل صنعاء كما قتلنا في المحافظة الجنوبية الأخرى. بالتالي عدونا الحقيقي هو الميليشيات الحوثية. دعونا نتحد لنقضي على هذا الميليشيات الإنقلابية في صنعاء وفي المناطق الشمالية التي ما تزال فيها، وبعد ذلك تعالوا ارفعوا السقف، ارفعوا المطالب، طالبوا الانفصال. لكن لدينا إشكالية، لا ترتهنوا للخارج، لا ترتهنوا للإمارات ولا غير الإمارات. الإمارات لن تأتي بالانفصال ولن تأتي بدولة ولن تأتي باستقرار، لأنها تهمها المناطق الجيوسياسية والمناطق الاستراتيجية والمناطق الممرات المائية. إذا سيطرت عليها فلتبقى كل المناطق في اشتعال حتى إلى يوم القيامة. إذن كان هناك مشاورات حول انعقاد مجلس النواب واستبشر الناس بعودة الدولة وعودة مجلس النواب، وربما تحدثوا أنه فقط إجازة العيد وسيعاود بعقد جلساته، لكن لم نشهد أي شيء على الأرض، لماذا برأيك؟ ممنوع مجلس النواب كما هو رئيس الدولة ممنوع أن يعود، والوزراء هناك قائمة بأسماء المسؤولين في أسماء كثيرة جدا، لا هذا هؤلاء الأسماء ممنوع يدخلوا. لماذا؟ لأن المطار عدن بهذه الميليشيات التابعة للإمارات والميليشيات الحزام الأمني والنخبة وغيرها. بالتالي مجلس النواب أيضا كان هناك اتفاق على أنه بعد العيد يتم نقله إلى محافظة عدن، ورئيس مجلس النواب حينما ذهب أيضا ذهب لكي يحاول أن يعني يأخذ إذن أو نسميها بالطريقة التي تريدها من أجل إقامة مجلس النواب، حتى أنهم رفضوا استقبال أعضاء مجلس نعم هيئة رئاسة مجلس النواب، رفضوا لأن هيئة الرئاسة لديها مواقف واضحة مما تقوم به الإمارات، بالتالي تم رفض إقامة مجلس النواب. هذه إشكالية حقيقية. يعني كما أن الرئيس الإشكالية المستمرة أستاذ مختار، يعني أصبح بهذا الشكل حلم عودة الدولة شبه مستحيل أو حلم لن يطاله اليمنيين في ظل صمت الشرعية على كل هذه التجاوزات. لن يطول هذا الصمت، أنا متأكد أن هذا الصمت يعني لن يطول، عدم انعقاد مجلس النواب في ظل كل هذا الرفض الذي والإذلال إذا صح لي القول. لماذا لا يتحدث مجلس النواب؟ لماذا لا يتحدث سلطان البركاني؟ الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ولديه شرعية، لماذا لا يتحدث؟ لماذا لا يقول ويصارح الشعب اليمني؟ لماذا التركيز فقط على رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي؟ ما هو أيضا سلطة تشريعية وسلطة ممتلكة من الشعب، سواء هو أو رئيس الحكومة. نعم، لماذا لا يتحدث؟ أنا أقصد أن الإشكالية ليست في فقط في حديث الرئيس، يعني إذا تحدث الرئيس أنه خلاص يعني أنه الشعب اليمني أنه لا يعلم، الشعب اليمني يعرف التفاصيل وهناك صحوة، وكما ترين في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع أصبح يعرف اليوم ما الذي يحدث. لم يعد الشعب اليمني غبي ويمكن أن نتغاب عليه أو نكذب عليه أو نصرح بتصريحات ونكذب على الشعب. الشعب اليمني يعرف ماذا تقوم به الإمارات وهذه الميليشيات ولماذا تمنع رئيس الدولة، لكن أنا أقول صمت رئيس الجمهورية لن يطول وصمت الدولة لن يطول، لكن ما له طويل، يعني ما شاء الله 3 سنوات تقريبا أو أكثر منذ تحررت عدن وهذه الممارسات مستمرة وما زال يعني الممارسات الممارسات ظهرت بعد أن رفض رئيس الجمهورية منحهم ما يريدون، يعني هم طلبوا طلبات من رئيس الجمهورية من ضمنها الميناء من ضمنها جزيرة سقطرى لمدة 99 سنة، وهذه طبعا معلومة وليست تحليل، أنهم طلبوا من رئيس الجمهورية وكان بحاح هو الذي وعدهم بأنه سيسلم لهم جزيرة سقطرى لمدة 99 سنة، رئيس الجمهورية قال لهم سوف نعطيكم جزيرة سقطرى بس أنه يتم المحافظة على تنوعها البيئي وتنوعها ما تحتويه من أشجار ونباتات وغيرها لمدة 15 عام كما هو في كل أنحاء العالم.
قالوا لا، نحن نريد كما تم الاتفاق مع بحح، وهذه طبعا من ضمن الإشكاليات، وهذه معلومة أنا أفصح فيها المرة الأولى. حينما رفض رئيس الجمهورية منحهم هذه المطالب، ذهبوا مباشرة لتشكيل هذه الميليشيات والضغط على رئيس الجمهورية ومحاولة لي عنق الحكومة والدولة. بالتالي أنا أقصد أنه هناك بعض الأشياء يمكن الحديث عنها، وهناك أشياء كثيرة لا نستطيع الحديث عنها، ولا نستطيع أيضا حتى تبرير ما الذي يحدث داخل يعني محافظة عدن والمناطق هذه. وأنا أعتقد أنه إذن على أمل أن ينتهي صبر الرئيس ويطالب بإيقاف هذا الوجود الإماراتي العابث بشكل أو بآخر باليمن ومقدراته، أتمنى أن يحدث ذلك. شكرا جزيلا لك مختار حبيب، مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا في ذي الحلقة في المساء اليمني. شكرا جزيلا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.